اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كلمه الديون العالميه كلمه لما اي حد يسمعها يعتقد ان الدول والاقتصادات الكبيره بمنأى عن هذه الديون، وان الامر فقط يتعلق ربما بالاقتصادات الضعيفه او الناميه او الناشئه، ولكن المفاجاه ان اكبر مستدينين في العالم هي اكبر الاقتصادات العالميه، والديون دي سواء كانت خارجيه او محليه، وكمان بيكون ليها نصيب كبير جدا ولاقتصادها نصيب كبير جدا من هذه الديون. ولكن يبقى دائما الاهم هو كيف تتعامل هذه الحكومات مع الديون، ومن خلال طبعا معطيات اقتصادها بشكل كبير. خلونا نروح نشوف هذا التقرير ونرجع مع حضراتكم نبدا تحليلنا لفكره الدين العالمي والى اين وصل. تواجه الاقتصادات العالميه خطر التخلف عن سداد الديون بعد ان سجل الدين العالمي قمه قياسيه جديده ليصل لنحو 300 تريليون دولار، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 350% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 299.5 تريليون في الربع المماثل من العام السابق. وتسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في تفاقم مواطن الضعف الحالية المتعلقة بالديون في العديد من البلدان النامية. الأزمات الاقتصادية المتعاقبة دفعت الدول إلى الاقتراض، وهو ما دفع الدين السيادي العالمي للارتفاع بنسبة 91% من الناتج الإجمالي على مستوى العالم خلال هذا العام. من جانبه حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع الدين العالمي لمستويات غير مسبوقة، مؤكدا أن العالم بدأ الآن يدخل منطقة الخطر. وفي محاولة لمواجهة خطر إفلاس الدول والشركات، قدم صندوق النقد الدولي دعماً مالياً بقيمة 90 مليار دولار ل16 دولة لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تقدمت 28 دولة أخرى بطلبات للصندوق للحصول على قروض جديدة. فهل يشهد العالم إفلاسات وأزمات جديدة مع تفاقم الدين العالمي؟ اهلا بحضراتكم مره تانية. هنناقش هذا الموضوع الهام جدا مع ضيف اللي مشرفني في الاستوديو الاستاذ هيثم الجندي المحلل الاقتصادي. اهلا بك. اهلا بحضرتك. يعني زي ما قلت في البدايه، يمكن البعض يعتقد ان الديون مقتصره فقط على اقتصادات ضعيفه، على دول ناميه او دول واسواق ناشئه، ولكن في حقيقه الامر ان الاقتصادات او اكبر الاقتصادات هي اكثرها استدامه في الواقع. هل في بلاد او دوله بمنأى عن هذه الديون؟ لا، أغلب دول العالم بتلجأ للاقتراض سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، ولكن في النهاية السؤال الأهم هو القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات. في الظروف اللي احنا بنعيشها حاليا، أوضاع التمويلية أصبحت في غاية الصعوبة. يعني بما أن بنتكلم على الدين العالمي، بحسب تقرير معهد التمويل الدولي، إجمالي دين الأسر والشركات والحكومات وصل بنهاية الربع الثالث ل 290 تريليون دولار. الرقم دوت نزول بمقدار 6.4 مليار دولار عن 6.4 تريليون دولار عن الربع الثاني. وجرت العادة أو في الطبيعي لما الدين بينخفض بنعتبره خبر سار، ولكن في هذه الحالة الأمر انعكاس لبيئة تمويلية صعبة. في الظروف الحالية معدلات الاقتراض العالمي مرتفعة للغاية، وأصبحت الدول بتواجه صعوبات في الاستدانة والاقتراض، وبالتالي ده انعكس على انخفاض المديونية. نضيف لده أيضا قوة الدولار على مدار هذا العام في ظل تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفي ظل المخاوف من ركود على الأبواب، الدولار هو السيف هيفن، هو الملاذ الآمن، والطلب قوي جدا عليه. وفي خلال الربع الثالث الدولار ارتفع في حدود 20%. قوة الدولار بتجعل هذه المديونية عند تقويمها أو المديونية المقاومة بعملات غير الدولار تبدو أقل، لأن احنا ما بنتكلمش على ديون بالكامل بالدولار، ولكن بنتكلم على قيمتها الدولارية. إنما هذه المديونية المهولة 290 تريليون دولار هي مديونية بكافة العملات، ولكن القيمة الدولارية بتاعتها 290 تريليون دولار. فأحد العوامل اللي انخفضت بحجم الدين في الربع الثالث قوة الدولار، صعوبة الاقتراض، وبالتالي حجم إصدار السندات انحصر خلال هذه الفترة. طيب، عشان يعني المشاهد يكون معانا في الموضوع، يعني هو في البداية السؤال بيبقى قدرة الدول أو
تهافت الدول في الفترة الأخيرة على الاقتراض بشكل كبير، خاصة أن احنا خارجين من ثلاث أزمات أو ما زلنا في الأزمة الثالثة منها. بنتكلم في أزمة 2008 الأزمة الأمريكية، وبنتكلم في أزمة كورونا اللي أطاحت باقتصادات كبيرة جدا، وبنتحدث اليوم في أزمة ما زالت قائمة وهي أزمة الروسية الأوكرانية. توجه عدد كبير من الدول بعد عجزها على سداد ديونها الى الاقراض او الاقتراض المزيد من الاموال، ده بينعكس ازاي خاصه انه تخطى او ديون تخطت الناتج المحلي؟ هي تخطته بكتير، هو النسبه 343%، هي دي انخفاض بنسبه 20% عن الريكورد هاي، ولكن لازال معدل مخيف. وعلى مستوى الايمرجنج ماركتس الاسواق الناشئه النسبه زادت ل 254%، وده مصدر الإزعاج الأكبر للاقتصاد العالمي، لأن أي ديفولتس حالات تخلف عن السداد هتكون في هذه البؤرة من دول العالم هي الإيمرجينج ماركتس. لو هنتكلم ليه الدين حصل كده، فترة كورونا الدين العام أو الدين العالمي تفجر، نظرا لأن تكاليف الاقتراض كانت متدنية للغاية. البنوك المركزية تعاملت مع الجائحة باللجوء إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية، فكان سعر الفائدة في أمريكا قرابة الصفر، وبالتالي كان هناك شهية قوية جدا للاقتراض لتجاوز الضعف الاقتصادي وللخروج من تداعيات هذه الجائحة. ولكن الأزمة، هل تغيرت بقى هذه الفائدة؟ يعني بكل تأكيد، بكل تأكيد احنا بنتكلم حاليا سعر الفائدة في الولايات المتحدة وصل ل 4%، وعلى بعد زيادات أخرى قد تصل بنا ل 5% وما فوق ال 5%. وهنا ده الجزء الأصعب في المسألة، لأن تكاليف الاقتراض العالمية المقياس الرئيسي لها هي سعر الفائدة الأمريكية. تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي هي المتحكم الأول والأخير. بنك الاحتياطي الفيدرالي من مارس رفع أسعار الفائدة 375 نقطة أساس، وأصبح بيتحرك بوتيرة غير مسبوقة. بقينا نجد أن الاحتياطي الفيدرالي بدورة من التجديد النقدي لم تحدث منذ الثمانينات، أن الفيدرالي يتحرك ب 75 نقطة أساس لأربع اجتماعات متتالية. وبالتالي الأنظار بتتجه إلى الخطوة القادمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، اللي على أساسها مصير دول ومصير الاقتصاد العالمي هيعتمد بنسبة كبيرة، يا إما يحصل انفراجة للأوضاع العالمية يا إما الأمور تزداد سوءا. الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم 14 ديسمبر. من هنا الاجتماع يوم 14 ديسمبر في أكتر من في بيانات قادمة على أساسها هنسترشد منها بالوتيرة اللي هيتحرك فيها. الأسواق حاليا حائرة ما بين الفيدرالي هيكرر التحرك ب 75 نقطة للمرة الخامسة على التوالي، ولا هيخفف الوتيرة ل 50 نقطة أساس. أصبح في انطباع عام لدى مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن هناك حاجة لتخفيف الوتيرة، نظرا للضغط الرهيب اللي أصبح الاقتصاد العالمي بيعانيه في ظل ضغوط تمويلية على الدول النامية، في ظل منطقة اليورو اللي على أعتاب ريسيشن شبه أكيد، في ظل استمرار الحرب الأوكرانية. فبالتالي بنك الفيدرالي بدأ يعيد النظر في الوتيرة اللي بيتحرك بيها، وأن هو يخفف البيس اللي بيتحرك بيها الريت هايكس، ينزل لخمسين نقطة أساس نص في المية بدل ثلاثة أرباع. عشان نعرف هل الوتيرة دي هي اللي هتكون ولا لأ، إحنا عندنا خطاب مهم لرئيس بنك الفيدرالي جيروم باول يوم 30 نوفمبر، هيكون آخر فرصة لرئيس الفيدرالي من اجتماعه السابق اللي كان يوم 2 نوفمبر لإلقاء خطاب للأسواق العالمية. خلالها هيحاول إدارة التوقعات، إن كان لرغبة بتخفيف الوتيرة هيوجه رسالة صريحة بهذا الأمر، إن كان لازال عاوز الأسواق العالمية تخفف من انتعاشتها، لأن برضو المعضلة اللي بيواجهها الاقتصاد العالمي إن كل ما الأسواق العالمية انتعشت هذا بيتعارض مع هدف البنك المركزي الأمريكي، لأن هذا الانتعاش معناها زيادة في ثروات الأسر. كل ما الأسواق الأسهم الأمريكية بترتفع معناها إن العائد بيزيد لدى الأفراد، وبالتالي قدرته على الإنفاق بتزيد، وقدرة على الإنفاق بتنعش إيرادات الشركات فزيادة الدخول، وندخل في حركة مفرغة، وفي النهاية بنواجه إنفليشن لازال مرتفع أو تضخم. فمعدل التضخم حاليا في الولايات المتحدة بحسب آخر قراءة لي 7.7، وده كان أول مرة التضخم في الولايات المتحدة بحسب مؤشر كونسيومر برايس اندكس، مؤشر أسعار المستهلكين، ينزل دون 8% من شهر فبراير. دي كانت قراءة شهر أكتوبر. القراءة القادمة لشهر نوفمبر هتصدر قبل اجتماع الفيدرالي بيوم واحد، هتصدر يوم 13 ديسمبر. وبالتالي لو حصل أي انتكاسة والتضخم ارتفع من جديد أو استقر عند هذه المعدلات اللي لازالت الأعلى من 40 سنة، فده معناها إن لازالت جهود الفيدرالي مستمرة ووتيرة التجديد النقدي مستمرة، وده ما لا نتمناه. نعم. نتمنى إن هذه الجهود السريعة جدا للتجديد النقدي تكون بدأت تؤتي ثمارها ويبدأ التضخم في التراجع. أيضا عندنا بيانات أخرى يوم 2 ديسمبر، عندنا بيانات التوظيف الأمريكية، دي هي النقطة الثانية المهمة، لأن الاحتياطي الفيدرالي ليه تارجتين، ليه هدفين، استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى من التوظيف.
فهذه البيانات إن جاءت النتائج بتاعتها تظهر إن لذلك الاقتصاد الأمريكي صامد وقوي رغم كل هذه الزيادات في أسعار الفائدة، فدوت هيكون ليه مردود سلبي جدا على الاقتصاد العالمي وهيزيد الصعوبة على الدول في الاقتراض. فبالتالي المستهدف حاليا أو التي اللي بيتمناه بنك الفيدرالي والاقتصاد ولا صانع السياسة على مستوى العالم هو إن تضخم في الولايات المتحدة يبدأ في التراجع. نعم. عشان الفيدرالي يبتدي يعيد النظر في الوتيرة اللي بيرفع فيها ويبدأ يحصل ما يسمى بالبيفوتينج، التحول من تخفيف الوتيرة إلى التوقف عن زيادة الفايدة ثم المراهنة على تخفيض أسعار الفايدة، وده اللي هيكون فيه انفراجة للاقتصاد العالمي وقتها. نعم، إذا نحن في انتظار قرارات هامة جدا من الفيدرالي الأمريكي، وكما حضرتك تحدثت أيضا المؤتمر الصحفي لرئيس البنك الفيدرالي الأمريكي هيكون ليه تبعات كبيرة جدا، لأن دايما كل قرارات الفيدرالي الأمريكي بتنعكس بشكل كبير على قرارات كافة البنوك المركزية حول العالم. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هيثم الجندي المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك معنا.